بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مستمعينا الأفاضل، عشاق الأصالة، محبي هذا الموروث الشعبي الكبير، هكذا تحيتنا متجددة بحضراتكم في تواصل انطلاقات هذا اليوم لسن الحقائق من مسافة 3 كيلومترات في أرضية هذا المضمار، ميدان سيف العرب، أحد فروع تحفة ميادين السباقات. هكذا تتواصل أشواطنا وينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة في صباح هذا اليوم، هو الشوط الثالث الخاص بالأبكار، أيضا الحقائق. على بركة الله نسير إلى المقدمة ونبحر بمشاهدين الكرام لنتعرف على المراكز الأولى، المقدمة والمركز الأول الريام، من تعزف الألحان من بداية الانطلاقة مع المركز الأول لسعيد أو لسيف بن سعيد بن غانم المنصوري، هي اللي تقود المشاركات مع المركز الأول والصدارة الأولى، بينما أنتقل وأتابع القدوم على المركز الثاني من خلال هذه اللحظة. هذه هي الشاهينية، خالد بن سالم بن علي العويسي هو اللي يأتي مع المركز الثاني، بينما أعود إلى المركز الثالث أتابع القدوم على المركز الثالث من حاشم محمد بن راشد بن ناصر الشامسي، هو من يأتي على المركز الثالث، بينما أعود إلى المركز الرابع أتابع الانطلاق هناك. الله، هذه هي نشرة معلنة، هذه النشرة على المركز الرابع لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي، بينما أعود إلى المركز الخامس القادمة مع خامس المراكز احترام محمد بن سعيد بن خيلة العامري، بينما المركز السادس اللي تتواجد شوشرة القادمة لاسمه الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى، واللي تولى عملية تضميرها سلطان بن سعيد الخاطري. هذه هي مراكزنا وتحدياتنا، دعنا لهذه الأسماء المنطلقة في ناموس هذا الشوط، وأعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، إلى النجومية الأولى. هي الريام كما تشاهدونها على المقدمة الأولى تقدم هذه العروضات الراغية مع المركز الأول، يقودها أحد الملاك الله سيف بن سعيد بن غانم المنصوري بن يريو، ها هو يقدم انطلاقة ريام مع المركز الأول، بينما أتابع القدوم على ثاني المراكز اللي قادمة في متابعينا الكرام من خلال هذه اللحظة. أوصلت احترام القادمة لمحمد بن سعيد بن خيلة العامري، وثالثا هناك اللي قادمة نشرة يا سلام يا نشرة، عيسى بن سعيد بن محمد العويسي، بينما المركز الرابع هناك جبارة القادمة في هذه اللحظات، جبارة أيضا بشعار صالح بن مفرج بن حمد الكربي، هو اللي يأتي في هذه الانطلاقة الجميلة بن مفرح، ولكن الله يا جبارة، هذه هي جبارة تشاهدونها بدأت تنطلق مع الأمتار الأخيرة باحثة عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني هناك نشرة ويا نشرتكم من نشرة، هذه هي نشرة لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي. الله 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 الله، حضر لتحفة ميادين السباق لفحلها وامها ماضي سبوق. الله، هذه هي نشرة يقودها العويسي عيسى بن محمد بن ايضا عيسى بن سعيد بن محمد العويسي، ينطلق بثالث الاشواط. ما شاء الله وتبارك الله على عروض نشرة، تهانينا وناموس الى عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على فوز نشرة وعروضها الممتاز. المركز الثاني اللي اتتنا متابعي الكرام جبارة صالح بن مفرح بن حمد الكربي، المركز الثالث اللي اتتنا اللي هي ايضا خواطر لحمد بن سعيد بن سيف الاكتبي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الاولى، التوقيت الزمني 4:34. تهانينا والناموس الى مالكي نشرة عيسى بن سعيد بن محمد.